افهم ليش. المهم سلام، لحظة، سلام عليكم. بعد ايش؟ صار لي ساعتين مستني. المهم اليوم عندنا مودة دراغون بول مع حضرتكم الاسطورة زيد، اللي هو اساسا عنده بس 12 مشترك. يا ريت اوصل 20,000 هيك شيء. يا جماعة ارجوكم وصلوني 20,000، مع انه محتواي زي الزفت. المهم اليوم عندنا مود دراغون بول، ليش ماله هاي الايام؟ والله شو مدريني بستنى مالها هاي الايام، كل شوي صار يموي ويركض. خلاص صار الروتين عنده، الروتين اليومي يجي فوق راسنا يموي بدالنا عشان نصحي، عشان يصحينا نلعبه. نفسي افهم ايش قصته طبعا. المهم طبعا لسه بشوية صحيت من النوم، هلا صحت وكل شيء، فقدرت اني اصور لكم فيديو بهالشاشة العملاقة. المهم منيح انه هذا اصغر حجم للفيس كام بهذا التطبيق، لانه قبل كان يصغر كتير وبطل اسوي فيس كام. وهذا برضه اكبر حدا عشان ما يغطي الشاشة مش كاملة، فمنيح. المهم ولك خلصين يا ام اخت ماينكرافت، تخلينا نصور الفيديو مظبوط. ايه المهم نيجي هون نسوي ام اخو بو ام المود. طبعا الطريقة عشان تتحول للسوبر سايان بالسرفايفل لازم تقتل كتير وحوش وهيك هيك، فرح يطلع لك ليفل، فكل ما هذا الليفل يزيد كل ما تقدر تتحول لليفلات اكثر. المهم طبعا المود من زمان مركبه، من زمان تقريبا من قبل ما افتح القناة، لا لما كنت فاتح القناة بس كنت ساحب كتير وقت السحبة، بتذكرين وقت السحبة؟ يا والله يوسف مش ايش مالها صحباتي المتكررة هاي الايام. المهم لازم تفعل هدول هذا الخيار، بعدين انت تنزل تفعل هدول الاربع خيارات من هاد لهاد. اذا ما فعلتهم المود ما رح يشتغل معاك، وانسى انه يشتغل معاك لو ما فعلت هاي الخيارات. المهم وهلا نبلش، طبعا رح اصغر الفيس كام عشان اعرف اصور مظبوط. والمهم بلش بام المود، طبعا بين ما يحمل العالم رح ارجع لكم. المهم هلا رح تشوفوا شغلات مش طبيعية. طق طق المهم جاهزين؟ المهم طبعا عندنا السوبر سايان، اول شيء راح نبلش you
عشان نرجع للسوبر سين 3. طبعا عندنا تقنية الكامها مها فجر المكان. المهم خليني اورجيكم هم السوبر سين 3. طبعا لما تشفت يطلع سوبر سين 3 قدام وديل من ورا. لا يا حبيبي كمان الشعر بطول زي الانمي بالظبط زي الانمي بالظبط. الشعر من ورا بطول لما جوكو يتحول للسوبر سين 3. طبعا عندنا سوبر سين جود وفور عندنا سوبر سين فور وجود وكل شيء. طبعا المهم مهم عندنا كتير اشياء نقدر نسويها بهذا المود. مثلا نقدر نرمي طاقة كي على هذا بس ما رح يموت بس راح يفجر المكان. يعني هذا راح يفيدك ذاك بالسرفايفل اذا كنت بدك تبني بيت وتقوم ما وكلها مش قادر اساسا شو اسمه تكسر اشياء عشان تسوي البيت مظبوط تستخدم هاي بتفجر لك كل المكان. طبعا انا هلا على كوكب شو مدري هي بس المهم انه كوكب لانه هو السماء عشان هيك عرفت انه كوكب طرطقع. مع الاسف هذا المود ما فيه برضه كمان يعني تقتل بتدمج. وكمان عندنا اسلحة خاصة للمود. اول شي عندنا هذا السلاح تبع جوكو بلاك وعندنا سيف زيد برضه وعندنا هاي عصاية جوكو وعندنا سيف ترانكس. بس عندنا كتير اشياء. المهم طبعا عندنا شغله اسطوريه بهذا المود اللي هو السوبر سين جاد او السوبر سين فور. ملك السوبر سين فور قبل السوبر سين جاد سوبر سين فور كل الاواعي فيها يا مدير كله ملابس جوجو جو في زباله يا مدير. ونلبس هاد خلاص هيك احنا صرنا حرفيا نتحولين سوبر سين فور. هذا الشكل الامامي وهذا ده الشكل الخلفي. طبعا شو مدريني ليش هيك الطاقة. المهم نلبس بس لبس جوكو الطبيعي ونرمي هاد بالزبالة. وعنا طبعا الاسطورة سوبر سين جود شفتوا السرعة طبعاً زاد سرعة الشخصية من دم فوق صار. خلينا اكل لي هاي الحبات اللي بتزيد لي طاقة الكي. طبعاً عنا اول شيء عنا شغلة ما حد بقدر يستخدمها الا جوجو مع انه في كتير ناس بقدروا يستخدموها اللي هي الجينكي داما.
والدليل انه الكاميرا مها مو بس شكل ان رحبت الخروف مع هو وزوجته من من ضربة واحدة. المهم هلأ ننتقل للسوبر ساين بلو. شوي بتصير قلو يا رجال. سوبر ساين بلو. لا ما شو كمان سوبر ساين بلو مع الكايوكن. سوبر ساين بلو. سوبر ساين بلو مع سوبر ساين بلو مرة ثانية. سوبر ساين برولي. تحولات رجعت. لا يكون السوبر سين برولي راح. المفروض ايوه. ويخرج المتخنة طبعا اخر شيء. وخلينا هلا احول الدنيا صبح بلاش ما خليك صبح. بلاش تنشف سبين. المهم هلا لو نجيب الكماند بلوك في امر مخصص لهذا المود برضه. المهم هلا راح اجيب الكماند بلوك سلاش جيف ات بي فراغ كوماند بلوك المهم كوماند المهم راح اخلص كمان احسن بكتير كمان بلوك شخطة. المهم نجيب ام الكوماند بلوك نحطه نشغله على ريبينتينج او نشغله على هذا الشكل يعني نخليه هيك يشتغل دائما. هلا نخليه always active طبعا نحطه على هذا الشكل لازم حصرا شكل الافضل غير هيك ما رح يزبط كمان. المهم تكتب slash give at p s s j طبعا هون t d حط هون وتكتب الكلمة اللي راح اكتبها هلا. وات ليش ما
ايوه صح تذكرت. هلا نجيبهم بعد التسعة نحط زي هيك، وهيك الكوماند اشتغل معانا. هلا بما انه حطينا اوليد اكتف، شوف اللي رح نسويه هلا. لحظة شوي. طبعا عندنا السحابة اللي ولا حد بنساها، تبعت جوكو اللي بطير عليها، كان يطير عليها بدراغون بول زد. زي ما احنا عارفين جوكو كان يطير على سحابة بدراغون بول زد او هيرو. المهم طبعا نقدر نطير فياتها. المهم طبعا عندنا السحابة، خلينا اسوي الدنيا صبح احسن لي ونيجي على القرية. اخ يا قرية، قرية مهجورة، قرية مهجورة يا رجال، قرية ولا رح تصير آمنة. المهم طبعا لهون وصلنا لنهاية الحلقة، مع السلامة. أثبتكم أسوي لكم سلسلة من دراغون بول هون على السرفايفل، احكوا لي بالكومنتات. المهم لهم وصلنا لنهاية المقطع، مع السلامة.